السلام لن يتحقق إلا باستعادة سيادة الدولة كاملة ونزع سلاح الميليشيات في إطار حل شامل وعادل لكافة المكونات. المقاومة المشتركة على مشارف الحديدة استعدادا لتحريرها. والقوات الحكومية تسيطر على مواقع الميليشيات في حيفان وتقصف تعزيزاتها في المصلوب وتكبدها خسائر في الملاجم. حياكم الله إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم. بهمة عالية وعزم لا يلين يواصل أبطال المقاومة المشتركة والقوات الحكومية استعداداتهم للحفاظ على أرواح المدنيين وتطهير مختلف المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الظلام الحوثية متخذة من المدنيين أهدافا رئيسة لها، فتهجر بعضهم وترسل قذائفها وألغامها لاستهداف الآخرين، كما تسعى للقضاء على التعليم بتفجير المدارس لتسهيل نشر فكرها الضال واستكمال مشروعها الطائفي الدخيل على اليمن. أكد الدكتور أبو بكر القربي الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام على أن السلام لن يتحقق إلا باستعادة سيادة الدولة اليمنية كاملة. وجاء في تغريدة له على موقع تويتر القول إن الجديد في دعوة ماتس لوقف الحرب وبدء المفاوضات فكرة الحكم الذاتي التي لن تحل جوهر الصراع يمنيا أو إقليميا وربما تعقده، لذلك لننتظر مشروع المبعوث لتتضح صورة المخطط وأهدافه، مشيرا إلى أن السلام لن يتحقق إلا باستعادة سيادة الدولة كاملة ونزع سلاح الميليشيات كافة في إطار حل شامل وعادل لكافة المكونات. وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس دعا إلى محادثات سلام حول اليمن في غضون 30 يوما المقبلة والتوصل إلى حل، متهما إيران بإضرام الصراع في اليمن وعليهم التوقف عن ذلك. وقال إن بنود محادثات السلام يجب أن تشمل وقف القتال وإبعاد الأسلحة عن الحدود ووضع الصواريخ تحت إشراف دولي، معربا عن اعتقاده بأن السعودية والإمارات على استعداد للمضي في محادثات بهذا الشأن، مشددا نريد للأطراف أن تلتقي في السويد وتناقش حدودا منزوعة السلاح حتى نمنع استمرار الصواريخ الحوثية الموجهة للبيوت والمدن والمطارات. وأضاف: أؤمن بأن السعوديين والإماراتيين جاهزون للسلام، ولولا انسحاب الحوثي من آخر جولة دعا لها المبعوث الأممي لربما كنا في الطريق نحو ذلك. ولاستعادة سيادة الدولة كاملة تبذل المقاومة المشتركة قصارى جهدها وتعلن جاهزيتها لاقتحام مدينة الحديدة وإعادة الأمن والاستقرار إليها بتطهيرها من ميليشيات الظلام الحوثية. ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا في الحديدة عبد الوهاب نمران. عبد الوهاب، ما الجديد لديك؟ أهلا وسهلا. في البداية الجديد كما هو معروف والله الناصر، الجديد تعزيزات ومعنويات مرتفعة لدى الأبطال كبير على تطهير ما تبقى من مدينة الحديدة وميناءها،
وهناك وصول تعديلات، وفينا أكد الأبطال أنهم عازمون على تطهير المدينة بكل شبر فيها. هناك محاولات من قبل ميليشيات الإجرام الكهنوتية التسلل صوب كيلو 16، لكن العيون الساهرة من إخواننا كانوا لهم تلك التحركات لتلك الميليشيات، وتم تكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. فيما أبطال حراس الجمهورية قاموا بتعزيز الجبهة من الجهة الشرقية ومن جهة أسفل بيت الفقيه، وتطهير بعض المزارع والمواقع التي تحاول التسلل صوبها. هناك معنويات مرتفعة وسقوط عدد من تلك الميليشيات، بينهم قيادات في أسفل بيت الفقيه، وتم عثر عدد من تلك الميليشيات الإجرامية. هناك محاولات من قبل تلك الميليشيات القصف على الأحياء السكنية في منطقة المنطقة، محاولين ردا على هزائمهم وتطهير ذبح الضاله التي بغت واستكبرت وقتلت وشردت ابناء الوطن باكمله، وليس ابناء الحديده فقط. هناك عزيمه قتاليه من قبل الابطال وتطهير كل جزء وكل شبر يتواجد فيه ميليشيات في الاجرام الكهنوتيه. اسمعني. نعم نعم. هناك إصرار من قبل الأبطال، ويؤكد الأبطال لإخواننا أبناء الحديدة وكل المواطنين من أبناء الحديدة إنهم قادمون من أجلهم وبذلوا أرواحهم من أجل أبناء مدينة الحديدة، وحتى الآن أجل أبناء مدينة الحديدة التي تضعهم تلك الميليشيات كدروع بشرية. أبناء حراس الجمهورية وأخواننا ألوية العمالقة وإسناد أبناء سهام الأبطال منتظرين ساعة الصفر لتطهيرها بالكامل من تلك الشرذمة، وعلى الجميع أن يفهم الداخل إن عدم تطهيرها ليست قوة تلك الميليشيات الإجرامية الكهنوتية، ولكن حكمة القادة الأبطال وصبر أبرياء من المواطنين التي تضعهم تلك الميليشيات كدروع بشرية. والأبطال الآن منتظرين ومتوخين من أجل الأبرياء لا يسقطوا ضحايا لتلك الشرذمة وتتخندق بجوار منازلهم وبجوار الفنادق. لكن من هنا ندعو كل المواطنين عدم قبول تلك الميليشيات في الأحياء السكنية أو المنازل التي يتعلوا الأسطح فيها، نظرا لحياتهم وكون الأبطال حتى هذه اللحظة صبر هم كون أي منطقة أو عمارة يتم إطلاق النار منها سيقوم الأبطال من الضروري تطهيرها. على الجميع أن يمنعوا تلك الميليشيات من الاقتراب من منازلهم حتى لا تصبح منازلهم هدفا للقوات المسلحة. نعم، عبد الوهاب نمران مراسلنا في الحديدة، شكرا جزيلا لك. تمكنت القوات الحكومية من استعادة مواقع مهمة كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية وتستهدف المدنيين منها بعد معارك ضارية في الأعبوس بمديرية حيفان محافظة تعز، وكبدتها خسائر فادحة. سيطرة جديدة للقوات الحكومية على مواقع عدة في جبهة حيفان بمحافظة تعز. كانت الميليشيات الحوثية الإرهابية تستخدمها لقصف المدنيين في المنطقة بقذائف الهاون. المعارك تمخضت عن تقدم القوات الحكومية إلى وسط منطقة العبوس بمديرية حيفان واستعادة مواقع العبلية والكرب والسبد وتكبد الميليشيات خسائر فادحة. تعتبر جبهة حيفان من أهم الجبهات في محافظة تعز، حيث هي مشتعلة والعدو يدفع بتعزيزات كبيرة إلى جبهة حيفان لتحقيق أي انتصارات بعد أن سقط عليها العديد من المواقع، وكان آخرها تحرير جبل العبلية الاستراتيجي وسيطرة على منطقة العدير وجبال الحرز والعبوس وجبل المشاح والكرب المطلة أيضا على منطقة بني علي والمشاوز. بدأ يبذل الأبطال العديد من الجهود في تقديم الانتصارات. منذ سيطرة القوات الحكومية على هذه المواقع تحاول الميليشيات مستميتة استعادتها دون جدوى رغم استحداثها مواقع جديدة بسلسلة جبلية وعرة مطلة على مواقع القوات الحكومية. عدد من المواقع، والمواقع هذه كلها طبعا مرتفعات جبلية يعني صعبة جدا، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل المقاتلين الأبطال تمكننا من تحريرها، وإن شاء الله قادمون إلى مدينة الراهدة وتحريرها.
الميليشيات الحوثية المنهزمة عمدت قبيل فرارها إلى تفجير الجسور والعبارات لإيقاف تقدم القوات الحكومية صوب مدينة الراهدة بتعز، والتي تبعد ما يقارب 10 كيلومترات عن حيفان. هناك العديد من الوسائل يستخدمها العدو، وهي وسائل دنية لمنع تقدم المقاومات، منها زرع العبوات الناسفة والألغام الفردية، وكذلك الأهم هو تفجير الجسور وقطع الطرقات لمنع تقدم المقاومة. إلا أن الأبطال يعني متسلحون بعزيمة ومعنويات تعانق السماء لتحقيق الانتصارات والنصر قريب إن شاء الله. جبهة حيفان تمتد على طول 20 كيلومترا من مديرية المقاطرة شرقا إلى مديرية القبيطة غربا، ما منحها أهمية استراتيجية كونها تقع على امتداد قمم جبال مرتفعة ووعرة. لذلك قصفت القوات الحكومية تعزيزات ميليشيات الحوثي في جبهة المصلوب غربي محافظة الجوف. وذكر مصدر عسكري أن القصف استهدف تعزيزات الميليشيات التي كانت في طريقها إلى عناصر الميليشيات في جبهة الغيل. أضاف المصدر أن القصف أسفر عن تدمير عدد من العربات ومصرع وإصابة من كان على متنها. في محافظة البيضاء لقي 11 من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم خلال مواجهات مع القوات الحكومية في مديريات الملاجم. مصدر عسكري أكد أن المواجهات اندلعت عقب محاولة الميليشيات التسلل باتجاه جبال دير، وأوضح أن القوات الحكومية تمكنت من إفشال محاولات الميليشيات وإجبارها على التراجع بعد أن كبدتها 11 قتيلا في صفوفها وأصابت 6 آخرين. في السياق ذاته استهدفت مدفعية القوات الحكومية تجمعات الميليشيات في منطقة البياض في ذات المديرية، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيات، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها. معنا عبر الهاتف مدير الإعلام بالتوجيه المعنوي الرائد أحمد عامر، مرحبا بك. مرحبا بك أخي ومستمعيك ومشاهديك ومشاهدي قناة اليمن الجاد. حياكم الله، ما آخر المستجدات لديكم؟ آخر المستجدات لدينا أخي كما أطلعتك البارحة أن هناك طبعا محاولات من الميليشيات متعددة بمحاولة تغيير خارطة الخارطة العسكرية الموجودة من خلال الهجوم المتكرر على عدد من الجبهات، منها قبل البارحة طبعا والبارحة أيضا طبعا قبل البارحة على جبهة الغيل وعلى جبهة المهاشمة وعلى عدد من الجبهات. وعن كان أو الليلة بالتحديد وأكملت اليوم صباحا، وهو الهجوم على جبهة المتون ومزوية. كذلك في هناك في أكثر الجبهة الشمالية الشرقية من جهة برب، وتقدم كذلك كما أسلفت لك في البارحة تقدم اللواء أول حرس في وادي في جبال الظهرة. طبعا هناك تقدمات وهناك كذلك أسرى وهناك كذلك قتلى من الميليشيات. هجوم البارحة على المجمع المتون وعلى مزوية من البارحة إلى طبعا نعم من البارحة إلى اليوم، ما الجديد وماذا عن بقية الجبهات؟ الجديد في جبهة المتون ومجمع المتون ومزوية هناك طبعا عدد قتلى وأسرى من الميليشيات، كان انتصار كبير جدا. توقع الميليشيات بأن أبطالنا أبطال الجيش الوطني وأبطال المنطقة السادسة بأنهم غافلين وكأنهم بعيدين عن هذه الجبهات، لكنهم فاجؤوهم بقوة راجعة قوة ضاربة، لقنوهم دروس كبيرة جدا، خاصة بأن هذه الميليشيات تدفع بأفرادها دفع للموت دون المخافة من العواقب، وكانت هناك عواقب ضخيمة على هذه الميليشيات، ولقنوهم السم أو الموت الزؤام الذي فعلا كان منتظر لتلك الميليشيات من خلال عدد كبير من القتلى ما بين 6 و7، وكذلك 3 أسرى الذي هي حصيلة اليوم في جبهة المتون ومزوية. الرائد أحمد عامر مدير الإعلام بالتوجيه المعنوي، شكرا جزيلا لك. تستميت جماعة الحوثي الكهنوتية في محاولات تغيير عقيدة الجيش والتأثير عليه من خلال تجميع عناصر ميليشياتها مع من لا يجدون قوت يومهم من المواطنين الذين أحرمتهم من مرتباتهم وحقوقهم، وتقوم بتدريب هذه الميليشيات على التفجير والتدمير والقتل لحماية الجماعة وضمان بقائها.
كل يوم يكشف الحوثيون عن وجه آخر من وجوه الطائفية والعنصرية والسلالية التي يحاولون التستر عليها رغم معرفة العالم أجمع بها. جيش اليمن العظيم يحولونه وبكل استهتار ولا مبالاة إلى جيش لما يسمى السيد، الذي يريد أن يتسيد الناس بسبب انتمائه السلالي في زمن الحرية والعدالة والمساواة، زمن العلم والتكنولوجيا والانفتاح على الآخر والتعايش مع كل العالم. عشرات المقاتلين ممن تبقوا معه يجاهر الحوثي علانية بأنهم ليسوا جنود الوطن وإنما جنود السيد، وأي ثورة يحمون ما يسمى بثورة 21 سبتمبر، اليوم المشؤوم على اليمن واليمنيين، اليوم الذي أحال حياتهم إلى جحيم وحول الثروة والسلطة إلى عوائل معينة جاءت لنهب الوطن تحت مسمى السلالة المقدسة. هؤلاء هم من تبقى مع الحوثي، ومع ذلك يصبغ عليهم الصبغة الطائفية المقيتة ويحاول فرض أفكاره العنصرية الدخيلة على المجتمع اليمني الواحد الموحد في محاولة بائسة لشرخ النسيج الاجتماعي المتماسك. يدعون أنهم يدافعون عن وطن، فتخرج ألسنتهم لتكشف زيف ما يدعون وتعريهم وتفضح مشروعهم الطائفي السلالي الذي قضى عليه اليمنيون الشرفاء في 26 سبتمبر قبل 56 عاما. وها هو الشعب اليمني اليوم يعاود الدفاع عن ثورته بعد خروج الإماميين الجدد من كهوف صعده ودحر مشروعهم الظلامي المتخلف. فيصل الشبيبي، اليمن اليوم. ولمناقشة هذا الموضوع نستضيف المحلل العسكري العميد الركن جميل المعمري، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك يا أخي بندر. نعم، تعليقك على التقرير الذي يوضح محاولات جماعة الحوثي لأن يكون الجيش لحمايتها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة لجماعة الحوثي، نحن نعلم جيدا منذ دخولها العاصمة صنعاء وهي تعمل على إقصاء الجيش، على استبعاد كل القيادات العسكرية والمؤهلة والمدربة، وتحاول استبدالها بكوادرهم التي الموالية لهم ولا عقائدي ولا مطلق. وهذا واضح خلال الفترة التي كنا متواجدين فيها أثناء تحالف المؤتمر الشعبي العام معهم، وكنا في صنعاء، وأنا كنت أحد القيادات العسكرية التي استعانوا بي من أجل تشكيل المجلس العسكري التابع لهم. وكان هذا المجلس هو عبارة عن شكل هيكل ديكور وهمي فقط من أجل يضم كل العسكريين والقيادات المدربة والمؤهلة والأكاديميين وغيرهم من القيادات العسكرية في هذا الهيكل، واستبعادهم من مناصبهم العسكرية لاستبدال قيادات موالية لهم أو من هم من آل البيت كما يسمى. هذا فقط مجلس عسكري خاص بهم. نعم، كان هناك ما يسمى بالملتقى العام لأبناء القوات المسلحة والأمن، وأنا كنت نائب رئيس الملتقى هذا، وكان رئيس الملتقى الأول هو الشهيد نجيب محفوظ الذي أغتالوه بسبب معارضته الشديدة لهم بشكل كبير في أوقات بعد يعني في شهر 12/2014 تقريبا. نعم نعم. أهداف هذا المجلس ماذا كانت؟ كان هذا المجلس من أجل أولا ضم كل أبناء القوات المسلحة والأمن الذين استبعدوا أو أصحاب المظالم أو من كان لديهم مضايقات من الحكومة السابقة أو غيره، وكانوا يحاولوا استقطاب من هم في المنازل وغيره ليبقوا فقط مؤيدين ومناصرين لهم، لا يتم تسليمهم أي أعمال نهائيا. كان فقط يستعرضون بهم في المسيرات التي يخرجون فيها، يقومون برصهم في الصفوف الأمامية ليصرخوا معهم ويرددوا هتافاتهم ويصوروا للعالم أن هناك جيش موالي لهم وأن هؤلاء هم، لكن فعليا هم ليس لهم
أي أعمال ولم يتم تسليمه، وكانوا أيضا لا يثقون بهم نهائيا. حتى اليوم هذا المجلس ما زال موجود، الملتقى العام لأبناء القوات المسلحة، وما زال حتى الآن لا يكلف بأي مهام غير تسجيل أبناء القوات المسلحة والأمن الذين هم خارج نطاق الجيش وخارج نطاق الأمن، يستعيدهم ويقوم بتسجيل تلك الكشوفات، ومن ثم يقومون بإرسالهم إلى الجبهات من أراد منهم أو إبقائهم داخل هذا المجلس ليضمنوا عدم خروجهم عن إطار الميليشيات أو عن إطار سيطرتهم. نعم نعم، الجيش الذي يحاول أن يشكله في إطار الجماعة، وكما قلت أنت يعني يضع أسماء من الموالين لهم بدل الأسماء الذين سرحوهم من أعمالهم ومن وظائفهم، يعني هل سيحمي هذا الجيش الوطن أم الجماعة؟ بالتأكيد هم يؤسسون لجيش عقائدي تابع للميليشيات، لا يؤسسوا جيش وطني، ولا يوجد لديهم أي أفكار لتأسيس جيش وطني أو العمل من أجل وطنهم. دائما لا يفكرون إلا في الجماعة وما سيؤدي إلى إبقاء الجماعة ومن سيحمي هذه الجماعة، هذا هو نهجهم وهذا هو تفكيرهم. لذلك تجدهم لا يثقون إلا في صغار السن، لا يثقون إلا في تجنيد من يستطيعون غسل أدمغتهم، بالذات الأطفال ما بين 8 إلى 18، يقومون أيضا بتجنيد من هم من الأسر الهاشمية كما يسمونهم. ولذلك تجد كل القيادات العسكرية التابعة لهم من هم العقائديين أولا يقومون بتدريبهم إما في جنوب لبنان في حزب الله، والبعض الآخر يقومون بإرسالهم إلى إيران. كل القيادات العسكرية التابعة والخاضعة لهم والذين قاموا بتعيينهم في مناصب عليا لا يوجد أحد منهم إلا وقاموا بإرساله إلى إيران أو إلى لبنان، أو تم تدريبه تدريب كافي لدى تلك الميليشيات وإرغامه على تلقي كل ملازم ما يسمى بملازم أو ملازم السيد حسين وحفظه لتلك الملازم، ومن ثم ربما يكون تحت الرقابة إلى أن يثقون به، ومن ثم إرساله أو إعطائه منصب ما تحت إشرافهم. نعم، بمعنى جيش لحمايتها وضمان بقائها وقمع أي صوت يقف ضدها. بالتأكيد. نعم، بماذا تفسر استغلال الميليشيات لبعض المغربين من الشباب أو من لا يجدون قوت يومهم، ممن قطعت مرتباتهم وقطعت الميليشيات مرتباتهم للانخراط معها؟ طبعا بداية سياسة هذه الميليشيا هي بدأت بقطع رواتب كل أبناء القوات المسلحة والأمن، ومن أجل تجويع الشعب، وكانوا يراهنون على سياسة جوع كلبك يتبعك، هذه السياسة التي يريدون اتخاذها أو استخدامها مع الشعب اليمني ومع أبناء الشعب اليمني. اليوم نجد الشباب العاطل في كل الشوارع يبحث عن أي عمل من أجل أن يأكل فقط، وأغلب من تم استخدامهم من الشباب استخدموا بهذا السلوك أو بهذا الأداء، من أجل أولا إعطائهم المال الذي يصرفون منه، ومن ثم استغلوهم للزق بهم في معاركهم الخاسرة. طبعا نحن لاحظنا خلال الأيام الماضية في جبهة الساحل وغيره من الجبهات عندما تم أسر العديد من أولئك الشباب، وكيف كانت اعترافاتهم أنهم غرر بهم وأنهم لا يعلمون من الذي أتى بهم إلى تلك المناطق. يعني كان العملية أنه ستذهبون لقتال اليهود أو لقتال الأمريكان ومن هذه الشعارات الكاذبة، ومن ثم دفعوا بالشباب أصحاب العقول الفارغة الذين استطاعوا تعبئتها بشعاراتهم للزق في هذه المعارك، ومن ثم وجد رأينا ما ضخه الإعلام من اعترافات فاضحة كانت بحق هؤلاء الشباب وبحق أولئك الجماعة الذين يستخدمون أو يستغلون الظروف المعيشية التي يمر بها الأسر أو الشباب اليمنيين. نعم، جيش يعني تكون عقيدته حماية الجماعة وغايته تفجير المنازل، يعني هل سيحمي الوطن أم سيدمره أكثر؟ بالتأكيد سيدمره أكثر. نعم، المحلل العسكري العميد الركن جميل المعمري، شكرا جزيلا لك. وفي سياق أو جرح مواطن بقصف لميليشيات الحوثي الإرهابية استهدف منازل المواطنين ومسجدا في قرن بمديرية قعطبة محافظة الضالع. مصدر محلي أفاد أن الميليشيات المتمركزة بتبة
صناع العضراب قصفت بقذائف الدبابات قرى بعزلة الشرنمة السفلى، ما أدى إلى إصابة مواطن بجراح خطرة جراء شظية إحدى القذائف التي سقطت جوار منزله. أضاف أن القصف ألحق أضرارا بمسجد وتسبب في حالة ذعر بين الطلاب الذين كانوا في مدارسهم الواقعة بين منطقتي العود والشرنمة. وفي سياق متصل، تسببت ميليشيات الحوثي الإرهابية في معاناة قرى آهلة بالسكان في مديرية حيران بمحافظة حجة، ودونما رحمة عمدت إلى نهب المساعدات الإنسانية للمدنيين. هربنا الحاصم من الحوثيين على هذا المكان، لا شيء تعاطي الصبر، لا معنا المرتبات ولا معنا الحاصل، معنا الحاصل أراضينا طلاب الله فيها لم يسقيها ربنا. يتحدث هذا الشيخ الطاعن في السن عما تسببت به جماعة الحوثي الإرهابية من معاناة له ولأبناء القرية، وهو ما يكشف فداحة إرهاب هذه الميليشيات الظلامية التي لم تراعي كبار السن ولا الأطفال والنساء، حيث تمارس جرائمها بصورة ممنهجة دون تفريق أو مراعاة للظروف الإنسانية. على الحوثيين الذين يضربون البيوت ويهدمون المنازل، والذين هم وصلون إلى هذا الحال الأسوأ. الفقراء من أبناء هذه القرية النائية لم يسلموا من الأذى الحوثي، فقد حاصرتهم الميليشيات ونهبت المساعدات الإنسانية الخاصة بهم رغم محدوديتها. نظام يحول لنا يعني كان أكل مواد غذائي، يهبل لنا شيئا منه والبقايا يأخذ له المجهود حربي الحبطة. ونظرا لسياسة التجويع الذي تمارسه عصابة الحوثي، فقد لجأ السكان إلى مخلفات البلاستيك في طبخ كميات شحيحة من الطعام ضمن مأساة إنسانية عانى غالبية اليمنيين منها نظرا لانعدام مادة الغاز المنزلي. كان معطيها كل لهم لا غاز ولا دقيق ولا زيت ولا ندبها لهم ياكلهم ساكنين شو. إنها جرائم لا تسقط بالتقادم. هذا المشهد المؤلم تبدد ظلامه حالة الرفض المجتمعي لميليشيات الحوثي وفكرها البغيض. في غضون ذلك، تبذل ميليشيات الكهنوت الحوثية قصارى جهدها لنشر فكرها الضال والتأثير على معتقدات اليمنيين بالتخلص من العلم والتعليم وتفجير المدارس التي ينهل فيها الطلاب والأطفال أيضا حب الوطن والذود عنه وبناءه لمستقبل مشرق لكل اليمنيين. نحن الآن على ركام مدرسة الزبير بن العوام. هذه المدرسة والتي تم إنشاؤها من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية وعن طريق المجلس المحلي بالمديرية، والتي تحوي ما يزيد على 12 فصلا زائدا إدارة ومخزن للكتب. تم تفجير هذه المدرسة عن طريق الحوثيين، وقد قاموا بزراعة عبوات ناسفة في المدرسة ثم تفجيرها نهائيا. الآن هذه المدرسة كانت تضم ما يزيد عن 700 طالب وطالبة. الآن أبناءنا وبناتنا الطلاب الطالبات في بداية العام الدراسي
نحن الآن نريد المكان البديل لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات حتى لا يحرموا من تعليمهم. وبالرغم من محاولات الميليشيات المستميتة لنشر فكرها الضال عبر حوزاتها ودوراتها الخاصة، إلا أن الآباء يصرون على إلحاق أبنائهم بالمدارس ليتعلموا ويسهموا في بناء اليمن، كما هو الحال في هذه المدرسة بمديرية حيران. ايش كان العنوان؟ الجهاز الدوري. الجهاز الدوري من متر كم؟ من الراس واحد في الراس اهم عرض في الجهاز الدوري هو القلب. من متى ركب القلب؟ ها هذه من اربع حجران. حجرتان الحجرتان ايش اسمها سامة؟ اللذين. ايش؟ يدخل الدم الى القلب وجميع اجزاء الجسم. نحن هنا احدى مناطق مديرية حيران، والتي جار عليها الوقت والزمن في الحروبات والمشاكل التي حدثت في داخل اليمن، ونحن الآن في أعلى مرتبة اللي هي مرتبة التعليم، والتي دورت وأصبحت من الماضي، حيث أن طلابنا هنا يعانون أكثر من 3 سنوات مقطوعة من التعليم. انظر إلى هذا الجيل، 3 سنوات من عمر الإنسان يذهب سدى، والآن في السنة الرابعة كذلك، أي أنه هذا الطالب لو كان في الجامعة خلصها لو كان يدرس. لكن المشكلة بما حدثت في هذا المجتمع باليمن بالذات من حروبات ومن تدخلات في شؤون المواطنين وآباء وولياء أمور الطلاب، مما أدى إلى تدهور التعليم في مناطقنا بسبب هذا الخراب والتدمير، حتى أن الأسر في بيوتهم لم يسلموا من هذا. لا أخذ فصل واحد رفع. مستمرت النشرة فيها بعد الفاصل. الميليشيات الحوثية تواصل البحث عن وسائل مختلفة للجباية ونهب أموال اليمنيين. اليوم وباكر لقينا كنا عمالين نرشقنا والله كامل
رئيم كائن رئيم كائن رئيم الأرض رئيم ولا خلوا واحد. الغاب ومنع من الوصول ولا ما عنده يا عطلة يتعاون معهم استعاموا قاموا وكذاب ارتكبت ميليشيات الحوثي جريمة مروعة بحق مسافرين معظمهم من المغتربين عندما اعترضت حافلة كانت تقلهم وأمطرتها بوابل من الرصاص في منطقة غانيا. جرائم الميليشيات الحوثية تتزايد في المناطق الخاضعة لسيطرتها، آخرها إقدامها على ارتكاب جريمة مروعة بحق مسافرين معظمهم من المغتربين عندما اعترضت حافلة سفريات تقل 51 راكبا وأمطرتها بوابل من الرصاص، ما أدى إلى إصابة عدد من المسافرين بينهم إصابات حرجة في منطقة غانيا بمحافظة البيضاء. مصدر محلي أكد أن سائق الحافلة فوجئ بنقطة استحدثتها ميليشيات الحوثي في تلك المنطقة. اعترضت الحافلة بوابل من الرصاص بشكل مباشر متعمدة استهداف أكبر عدد ممكن من الركاب نظرا لكمية الرصاص التي أمطرت بها الحافلة. النقاط الحوثية تشهد وبشكل شبه يومي عمليات احتجاز واعتقال العشرات من المسافرين وتعذيبهم من جهة، وعمليات سلب ونهب واسعة النطاق لممتلكات آخرين وإلصاق التهم الزائفة بحقهم. ميليشيات الحوثي فرضت قيودا مشددة على حركة وتنقلات المسافرين إلى المحافظات المحررة، حيث تقدم على اختطاف العشرات من المواطنين أثناء مرورهم من نقاط التفتيش التابعة لهم والمنتشرة على طريق ذمار والبيضاء، وتقتادهم إلى سجونها في المناطق الخاضعة لسيطرتها. انتهاكات الميليشيا الحوثية مستمرة بحق آلاف المسافرين والمارين عبر نقاطها إلى المحافظات الجنوبية والشرقية قتلا واختطافا منذ أن سيطروا على الدولة بقوة السلاح. اشتهر مصطلح ما يسمى المجهود الحربي الذي دشنته الميليشيات في طليعة حربها العبثية ضد الوطن، حيث تستخدمه ميليشيات الحوثي الإرهابية في عمليات نهب منظمة طالت مختلف مؤسسات الدولة الخاضعة لها وعامة اليمنيين في مناطق سيطرتها. المجهود الحربي هو المصطلح الحديث لكلمة الخراج الذي كان الأئمة ينهبون به أموال اليمنيين، واليوم طور الطغاة الجدد وسائل وطرق نهب الشعب، حيث تتخذ ميليشيات الحوثي الكهنوتية كل السبل والطرق المتاحة والممكنة للوصول إلى أملاك الناس ونهبها لتوظيفها في غايات عسكرية ضمن معركتها العبثية لإهلاك اليمنيين. الميليشيات الإرهابية تفرض الإتاوات المالية باسم المجهود الحربي على كل الناس وخاصة التجار بصورة دورية إلزامية، علاوة على فرض الضرائب والجمارك الباهظة في منافذ متعددة. عملية نهب منظم تديرها ميليشيات الحوثي في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها لجني المال بشتى الطرق من التجار ورجال المال والأعمال والقطاعات الإنتاجية المختلفة. أما عموم الشعب فتتخذ الميليشيات من الجانب الديني وسيلة لنهب أموالهم دون مراعاة لظروفهم الصعبة، ذلك أنها تتفنن في ترغيبهم وترهيبهم بعدة طرق بما فيها استخدام العنصر النسائي أو ما يسمى الزينبيات التي ينظمن فعاليات لسلب الأموال. ووفقا لمصادر محلية فلا يستطيع أحد من السكان الخاضعين لسيطرة الميليشيات الكهنوتية رفض الخطوات التي تتخذها، خصوصا وأن الجماعة تلجأ إلى الانتقام ممن يقفون في طريقها لمعاقبتهم من جهة وترويع الآخرين من جهة أخرى، ناهيك عن امتلاكها لمخزون هائل من التهم، الأمر الذي يجعل الجميع مرغمين على دفع المال لها، ومن لا يملك المال ليفتدي أهله ونفسه فهو مضطر للقتال معها. وفي الوقت الذي يقاتل اليمنيون للبحث عن لقمة العيش يترصد مشرفي الميليشيات لمصادرة أرزاق الشعب في كل فرصة يجدون فيها شيئا من المال لتسيير حياتهم، فحتى المولد النبوي الشريف بات وسيلة لنهب اليمنيين. وفي الختام تذكرون بأبرز العناوين.
السلام لن يتحقق إلا باستعادة سيادة الدولة كاملة ونزع سلاح الميليشيات في إطار حل شامل وعادل لكافة المكونات. المقاومة المشتركة على مشارف الحديدة استعدادا لتطهيرها. والقوات الحكومية تسيطر على مواقع الميليشيات في حيفان وتقصف تعزيزاتها في المصلوب وتكبدها خسائر في الملاجم. لقاؤنا في 5:30 على خير في أمان الله.